ماتش سان جورج والأهلي هي بداية مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية، ويمكن طبعا مشاركة الفريق في لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالمملكة العربية السعودية جعل الاتحاد الإفريقي يؤجل لقاء الذهاب والإياب لفترة أخرى. لقاء الذهاب بدل ما كان هيقام في الفترة من 15 ل 17/9 تم تأجيله لإقامته في الفترة من 22 إلى 24/9، وبالفعل حدد فريق سان جورج صاحب الملعب النهارده المباراه يوم 24/9، وبالفعل تم الاتفاق هتكون المباراه على استاد القاهره الدولي. لقاء العوده في موعده احد ايام 29 او 30/9 او 1 اكتوبر، والاهلي حدد ميعاد لقاء العوده يوم 29/9 الساعه 7 على استاد القاهره الدولي. المباراه النهارده على فكره هي بدايه حمله الدفاع عن اللقب الافريقي اللي انت حققته العام الماضي، فبالتالي الفريق داخل هذه المباراه وهو في بدايه موسم لعب مباراة اتحاد العاصمة، لعب مباراة المصري في الدوري العام، لعب مباراة واثنين لقاءات ودية، ودخل على مباراة سان جورج. نفس الأمر بالنسبة لسان جورج، ما لعبش إلا أدوار تمهيدية مع بطل زنجبار وكسب ذهابا وإيابا ليتأهل لمواجهة الأهلي في الدور التمهيدي الثاني. تفاصيل أكتر عن هذه المباراة اللي هتنطلق إن شاء الله الساعة 8 مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة بسافرة من طاقم تحكيم من تشاد. كل التفاصيل هنعرفها من خلال شبكة مراسلينا اللي موجودين حاليا سواء في مقر إقامة فريق نادي الأهلي أو حتى في مقر إقامة فريق سان جورج الأثيوبي. البداية من خلال شبكة مراسلينا زميل العزيز فاروق صلاح، برحب فيه بالبداية، وبرحب كمان بزميل العزيز كريم أحمد موجود حاليا في مقر إقامة فريق سان جورج الأثيوبي. البداية مع فاروق. فاروق مساء الفل، وآخر الأخبار والمعلومات اللي عندك عن استعداد الأهلي وقائمة الفريق وتحضير الجهاز الفني لمواجهة اليوم في دوري أبطال إفريقيا. برحب بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بالزميل العزيز كريم احمد، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني النادي الاهلي في مهمه البحث عن الاميره السمراء ومغازله الاميره السمراء للمره الثانيه عشر. النادي الاهلي الملك المتوج على عرش القاره السمراء ب 11 نجمه و11 لقب افريقي بيستهل مشواره النهارده محمد زي ما انت استعرضت وقلت بمواجهه فريق سان جورج الاثيوبي. مباراه مهمه جدا، بدايه المشوار الافريقي بالنسبه للاعبين، بالنسبه لمستر كولر، بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. انت بتدخل بطوله افريقيا وانت عينك على المباراه النهائيه، حتى وانت متوج باللقب الاخير مهمتك الحفاظ على اللقب، مهمتك البحث والسعي دائما عن المزيد من الالقاب، وده كان كلام مستر كولر. استعدادات النادي الاهلي محمد لهذه المباراه والتحضيرات طبعا تمت بعد مباراه المصري طبعا، والفوز على فريق المصري بأربعة أهداف مقابل لا شيء في بداية مشوارك في الدفاع أيضا والحفاظ على اللقب المحلي. بدأ الاستعداد والتحضير لهذه المباراة. عايز أقول لك الأجواء هنا داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني في تركيز كبير جدا عند اللاعبين. مستر كولر في جلساته في كلامه مع اللاعبين، أيضا الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وكلامه وحديثه مع اللاعبين، وقال للاعبين مهم جدا البدايات، الفترة اللي احنا فيها محمد زي ما أنت عارف فترة بداية موسم وبيبقى في كتير جدا من الاشاعات اللي بتتقال على يعني في كل مكان، خاصة للفريق اللي دايما بيبقى محط انظار القمة والفريق اللي دايما بيبحث عن البطولات. فدايما يا محمد الاشاعات بتحمل يعني امرين، بتبقى غير صادقة والناحية التانية برضو بتبقى غير صادقة. فيعني تركيز مهم جدا عند اللاعبين، كابتن خالد بيبو بيتكلم مع اللاعبين عايزين نركز في الملعب، تركيزنا كله داخل 90 دقيقة. مستر كولر كلامه مع اللاعبين، تحضيره للاعبين، كل الكلام بيكون على مدار ال 90 دقيقة. عايزين نبدا بداية مهمة جدا امام فريق سان جورج، مش عايزين ان احنا طبعا يبقى في تهاون بفريق سان جورج، خاصة ان دي اول المواجهه ما بين الاهلي وفريق سان جورج الاثيوبي. لكن التحضيرات اللي احنا شايفينها في مقر اقامه فريق النادي الاهلي او من التدريبات امس، طبعا بالامس محمد كان الفريق خاض تدريبه على ملعب مختار التتش. خليني برضو اقربك من الكواليس، مستر كولر كان عقد جلسه بمحاضره بالفيديو مع اللاعبين، طبعا اتفرج على لقائي فريق سان جورج طبعا، ودور كبير جدا لياسين المكاري في تحضير اللقائين اللي خاضهم فريق سان جورج امام بطل زنجبار في الدور التمهيدي الاول، وقف على نقاط القوه والضعف وابرز العناصر الموجوده في هذه الفريق. بعض الامور او الجمل الفنيه اللي طبعا يعني ابتدى بها المران او اشتغل عليها في المران طبقا لطريقه اللعب اللي بيلعب بيها الفريق الاثيوبي، خاصه استغلال الكرات الثابته وقت تسديد من خارج منطقه ال 18، ودي من التعليمات اللي مديها اللاعبين
خط الوسط، ثم بعد الانتهاء المران اعلن طبعا قائمه للدخول في معسكر استعدادا لهذه المباراه. النهارده يوم الفريق يا محمد، طبعا كان الفريق تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 4. خلال لحظات طبعا تكون المحاضره الفنيه المستر كولر مع اللاعبين، اللي من خلالها طبعا بيدي التعليمات الاخيره، ويعني من خلالها بيعني ايضا التشكيله هيخوض بها هذه المباراه. ثم هيكون التحرك الى ملعب المباراه، لملعب استاد القاهره اللي يستضيف احداث هذه المباراه. بطمنك على الحاله الفنيه، بطمنك على حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين، في تركيز شديد جدا محمد لامسينه من وجوه اللاعبين. لعيبه بتركز انها يعني عندهم شغف كبير جدا ان انا احقق اللقب ال 12، في لعيبه عايزه تعمل ارقام شخصيه لنفسها، في لعيبه عايزه تعمل ارقام ومجد كبير جدا للنادي الاهلي. جوه النادي الاهلي انت بتعمل مجد لاسم النادي الاهلي، وبتعمل مجد شخص ايضا لنفسك. كل دي الامور اللي كان ليها يعني بعض الكلام مع اللاعبين، في بعض اللاعبين بتقول لك اكني رايح العب مباراه النهائي امام الوداد، نفس التركيز يعني، مش دي اكنك بتلعب في مباراه في الدور التمهيدي، لا، في لعيبه بتقول لك احنا اكننا رايحين نلعب مباراه النهائي امام الوداد، نفس التركيز. نتمنى نشوف البدايه ان شاء الله امام فريق سان جورج يا محمد، وتكون بدايه موفقه لفريق النادي الاهلي. طبعا يا محمد انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل، وطبعا بعض الامور طبعا هنتكلم فيها خاصه ببعض الاصابات اللاعب النادي الاهلي. طيب سؤال مركب في سؤالين يا فاروق بسرعه. اولا عدد اللاعبين اللي في المعسكر النهارده، هو نفس المجموعه اللي هتدخل قائمه الماتش؟ مفيش اعداد زائده، يطلع لاعب او اثنين من القائمه، ده جزئيه، لان خاصه كمان انا شفت كريستو موجود في قائمه الفريق. الحاجه الثانيه، هل عندك تفسير في اسباب ممكن في عدم وجود كريم فؤاد في مباراه النهارده؟ لان الجماهير كثيره بتسال السؤال ده، كريم لعب ماتش المصري، هل الجهاز الفني ليه رؤيه معينه في عدم الدفع بكريم فؤاد في لقاء اليوم؟ يعني خليني اقول لك يا محمد، يعني من ممكن يعني يخرج من القايمه لاعب او اثنين. طبعا انت موجود معاك الثلاث حراس، طبعا الكابتن محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. طبعا من المنتظر بيبقى خروج مصطفى مخلوف من قائمه المباراه، لكن بالنسبه لمستر كولر انت عارف يا محمد، هو كل مباراه بيبقى شايف العناصر اللي محتاجها في هذه المباراه. كريم فؤاد واحد من اللعيبه طبعا اللي دفع بيها في المباراه الاخيره امام المصري، ويعني تقدر تقول كده كانت بدايه موفقه لكريم فؤاد. لكن بالنسبه لكريم فؤاد سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الطبيه، الامور بالنسبه لكريم فؤاد بقدر ان اطمنك عليه، لكن طبعا انت عارف هي امور بتخضع لرؤيه مستر مارسيل كولر، اللي طبعا بيبقى بالنسبه له كل مباراه انت عارف يبقى ليها شكل معين، ليها طريقه اداء معينه. ما تنساش ان انت خلال يعني الاربع ايام او الثلاث ايام القادمه هتبدا طبعا المباراه الثانيه اللي هتكون على استاد القاهره ايضا. من الممكن طبعا خليني برضه اقول لك ان مستر كولر فضل، على الرغم من حاله الجاهزيه اللي هو عليها بيرستاو واللي باكد لك جاهزيته زي ما اكد لنا الدكتور احمد جاب الله، ولكن هو فضل النهارده ان هو ما يدفعش بيه على الرغم من جاهزيه بيرستاو اللي بطمنك عليه، واصبح جاهز طبعا للمشاركه وهيكون جاهز معاك طبعا للمباراه الثانيه، ولكن أكيد. مستر كولر فضل ان هو يدي راحه اكتر لبيرستاو. عايز اطمنك برضه محمد على شق ثاني وخاص باللاعب محمود متولي وكريم نيدفيد. بالنسبه لمحمود متولي بالامس طبعا كان عمل اشعه بالسونار، ويعني اثبتت الحمد لله يعني اقترابه من الشفاء بنسبه كبيره جدا. هيدخل بكره ان شاء الله المرحله الاخيره من التاهيل بالجري حول الملعب. دي بالنسبه لمحمود متولي اللي قريبا خلاص هيكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. هتبقى مرحله التاهيل الاخيره تاخد يومين يعني او ثلاث ايام من الجري حول الملعب، ثم يدخل بقى ياخد اجزاء من المران الجماعي. بالنسبه لكريم فؤاد يا محمد سريع. بالنسبه ايضا لكريم نيدفيد عايز اطمنك عليه، كريم نيدفيد بالفعل بدا مرحله الجري حول الملعب بالامس، وان شاء الله خلال يعني بعد التمرين القادمه او التمرين اللي بعدها ان شاء الله يكون موجود في اجزاء من المران الجماعي للنادي الاهلي. تقدر تقول ان دولت يعني اقرب اللاعبين اللي ان شاء الله ينضموا لفريق النادي الاهلي وينضموا للتدريبات الجماعيه خلال الفتره المقبله باذن الله. باذن الله. شكرا يا فاروق بجد على المعلومات والايضاحات الخاصه باستعدادات الفريق للقاء سان جورج.